الحالة الثالثة يا سابع بتحكي إنه إذا قطع مستقيم مستقيمين ووجد مجموع قياس زوج من الزوايا المتحالفة يساوي 180 فإن المستقيمين متوازيان. بذكر إحنا لما حكينا عن الزوايا المتحالفة هي بتتكون بسبب تقاطع مستقيم لمستقيمين، وبكونوا موجودين الزوايا المتحالفة على نفس الجهة للمستقيم القاطع بكونوا داخليات. هلأ إذا وجد هذا الزوج في هؤلاء المستقيمين رح يكون المستقيمين متوازيين. مثلا خليني أخذ على نفس المثال، مثلا برضو المستقيم نون قطع المستقيم لام وميم، وتكون عندي زوج. وين الزوايا المتحالفة اللي تكونت؟ هاي الزاوية والزاوية اللي هون. ليش هدول زوايا متحالفة؟ لأنهم موجودين داخل المستقيمين زوايا داخلية ويقعان على نفس الجهة للمستقيم القاطع اللي هي الجهة اليسار. بحكي لنا إذا كانوا هدول الزوايا المتحالفة مجموعهم 180 إذن المستقيمين رح يكونوا متوازيين. يعني مثلا لو أنا أعطيتك الزاوية اللي هون قياسها 100 و150 مثلا، والزاوية اللي هون قياسها 30، فشو رح تحكي لي؟ بدك تجمع 150 زائد 30 كم؟ 180، بيطلع مجموعهم 180، إذا رح يكونوا المستقيمين متوازيين. ليش؟ لأنه مجموع قياس الزاويتين المتحالفتين 180، 150 زائد 30 يساوي 180. طب لو اطلعنا على هذا المثال هون شو بنلاحظ؟ مثلا هون معطينا مستقيمين قطعهم مستقيم ثالث، وتكون عندي زاويتين متحالفتين، لكن قياس الأولى 100 وقياس الثانية 70. هل المستقيمين مثلا لام وميم متوازيين؟ بنعمل على حسب القاعدة ما بتحكي لي، بنجمعهم بنحكي 100 زائد 70 يساوي 170. 170 لا تساوي 180، إذن المستقيمين لام وميم غير متوازيين. غير متوازيين.